حياكم الله نمقتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم ونستهلها بالعناوين. أزمة البنزين في مناطق سترة النظام تصل إلى محافظة السويداء وطوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود. وفي مدينة غازيانتاب التركية جلسة حوارية حول مستقبل العملية السياسية والدستورية في سوريا. كان أحد من تنبأ بالربيع العربي وانتفاضة الشعوب ضد حكامها خالد تاجا ممثل سوري وافته المنية بعد عام من اندلاع الثورة السورية ولقب بأنتوني كوين العرب. مرحبا بكم. ارتفع سعر لتر البنزين في السوق السوداء في مدينة السويداء جنوبية سوريا إلى ما يقارب 5000 ليرة سورية في ظل نقص حاد بالمادة منذ أيام. يأتي ارتفاع سعر البنزين بالتوازي مع تخفيض مخصصات السويداء من المادة، فيما أظهر تسجيل مصور اصطفاف مئات السيارات على طابور أمام إحدى محطات الوقود في المدينة قبل يوم من وصول طلب الوقود إلى المحطة بحسب شبكة السويداء 24. وللمزيد حول هذا الموضوع وفي سياق متصل، أطلق أستاذ جامعي يعيش في مناطق سيطرة النظام شتائم على نفسه وذلك لاختياره البقاء في مناطق سيطرة النظام. وكتب الأستاذ الجامعي المدعو علي سيريو عبر صفحته في فيسبوك رسالة انتقد فيها وزير التعليم العالي في حكومة النظام بعد عودة زوجته خالية اليدين من طابور البنزين بعد انتظار دام لساعات. وتكلم سيريو عن خدمته في جامعة حلب لأربعين عاما مطلقا على نفسه الشتائم بسبب بقائه فيما أسماه حضن الوطن، راجيا في نهاية رسالته أن تصل إلى رئيس النظام بشار الأسد. ومعنا النشط الإعلامي أحمد المسالمة من الحدود التركية أو من الحدود الأردنية السورية. مرحبا بك سيد مسالمة على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، كيف أو لماذا تأخرت الأزمة في السويداء تحديدا؟ يعني كنا نشهدها قبلا في مناطق الساحل السوري، في حمص، في دمشق، اليوم يعني تصل متأخرا صح التعبير إلى السويداء. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأزمة في السويداء ليست جديدة، كان هناك أزمات سابقة كأزمة الخبز، أزمة المواد الغذائية، وكان هناك أزمات للمحروقات في المدينة، وكان هناك أزمات كبيرة جدا للمحروقات وعدم توفر المحروقات، ولكن أهالي السويداء كانوا يقولون في الماضي أنها أزمة وتعدي أيام وتعدي يومين ثلاث، ولكن الآن بعد هذا الانقطاع الطويل لأزمة المحروقات وارتفاع أسعارها وتخفيض الكميات من 40 لتر للسيارة إلى 20 لتر فقط كل 7 أيام لكل سيارة، هذا مجحف بحق المدنيين بشكل كبير جدا. إذا كان عنده أولاد 2 بده يذهب فيهم إلى المدارس ويرجعهم، ما بكفنوش يومين أو 3 أيام لحتى يقوم بهذه الواجبات. إذا كان يعمل على سيارة أجرة، هذه الكمية لا تكفيه إلا يوم واحد. هذا أدى إلى شلل تام في محافظة السويداء لوسائل النقل، شلل عام لوسائل النقل الخاصة أيضا وليس فقط العامة، مما أدى إلى هذه الطوابير الكبيرة التي أغلقت الطرقات. كانت الطوابير تمتد إلى 1 كيلو أو 1500 متر من طوابير السيارات، الآن هناك 5000 إلى 6000 كيلومتر، 5 كيلومتر إلى 6 كيلومتر، 5000 متر طول الطوابير على طوابير المحروقات وأيضا المحسوبات. كم يحتاج يعني كم ساعة تقريبا يقف المواطن وسطيا في حال حصل على هذه المادة؟ يعني في خبرنا الثاني أستاذ جامعي أطلق الشتائم على نفسه في مناطق سيطرة النظام، زوجته وقفت لساعات وساعات وفي نهاية المطاف لم تحصل على نقطة بنزين واحدة. نحن نتحدث عن مناطق هي مناطق محسوبة على النظام، ولا نتحدث على مناطق مثل محافظة أو
مناطق نعم. هذه المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام وعادت إليه مؤخرا، مناطق مثل ريف السويداء والسويداء التي تحت سيطرة النظام، عندما يقف المواطن من 24 ساعة في من بعض الأحيان يذهب إلى البيت ويعود صباح اليوم التالي حاجزا موقعه في هذه الطوابير لهذه السيارات. الخمس ساعات والست ساعات شيء طبيعي، الآن الوقت الوقوف على محطات الوقوف نعم. خمس ساعات إلى ست ساعات هو شيء طبيعي، بعد الست ساعات يبدأ التذمر. يوم أمس شهدنا حالات اطلاق نار في محافظة درعا نتيجة الطوابير وعدم الاهتمام بهذه الطوابير في السويداء. شكرا. أيضا هناك من قبل من كان إطلاق النار في السويداء في درعا، من قبل من كان إطلاق النار؟ يوم أمس كان هناك إطلاق النار من قبل عصابات الأسد، من ما يدعون حفظ النظام على الأهالي والمواطنين الذين يقفون على طوابير المواطنين. هل أصيب أحد من المواطنين أم كان إطلاق النار فقط لتفريق يعني الناس؟ إطلاق النار كان لإبعاد الناس حتى يتمكنوا من تعبئة سياراتهم بالمحروقات الشبيحة والمخبرين. عندما شاهدت الأهالي أن هؤلاء يقومون بالالتفاف على الطوابير والذين يقفون لأكثر من 12 إلى 13 ساعة، يأتي الشبيحة ليعبدوا بسياراتهم بالبنزين ويذهبوا ويقاموا على المدنيين ولم يسكتوا على ذلك، فكان هناك إطلاق نار حتى يجدوا مع المنطقة. شكرا. تسجل في الكثير من المناطق نعم. وفي السويداء هناك حالات اشتباكات بالأيدي وضرب بالأيدي نتيجة الطوابير على محطات نعم. كان الله في عون يعني أهلنا في الداخل. أنا أكتفي معك بهذا القدر لضيق الوقت وأشكرك جزيل الشكر أحمد المسالمة الناشط الإعلامي، كنت معنا من الحدود الأردنية السورية. كشف المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده قدمت مساعدات لنظام الأسد تشمل قروضا ميسرة بقيمة 265 مليون دولار أمريكي بالإضافة لمساعدات صحية وغذائية. المندوب الهندي تحدث كذلك عن شحنات وصلت لعشرة أطنان من الأدوية المختلفة إلى دمشق قدمتها الهند إلى نظام الأسد لمكافحة جائحة كورونا في تموز من العام الماضي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية عن المندوب الهندي. يصادف اليوم ذكرى ارتكاب النظام لمزارة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف إدلب والتي راح ضحيتها 90 شخصا خنقا بغاز السارين، وأكدت حينها لجنة التحقيق المشتركة المحايدة أن نظام الأسد هو المسؤول عن المجزرة. وفي السياق قال الدفاع المدني في منشور على صفحته في فيسبوك إن الاستهتار الكبير الذي يبديه المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لعشرات المرات منذ عام 2011 غير مفهوم ولا يمكن تبريره، وإن وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائمهم بحق السوريين يجب أن يكون على رأس أولوياتهم. وضمن فعاليات وحدة دعم الاستقرار أقيمت في مدينة غازيانتاب التركية جلسة حوارية حول مستقبل العملية السياسية والدستورية في سوريا. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. تحت عنوان التوجهات الدولية والإقليمية حول مستقبل العملية السياسية والدستورية في سوريا، أقامت وحدة دعم الاستقرار جلسة حوار مع عضوة اللجنة الدستورية الدكتورة بسمة قضماني في مدينة غازي عنتاب التركية. استعرضت في الجلسة مراحل الثورة السورية وأهم الأحداث السياسية المتعلقة بالملف السوري وصولا للقرار 2254. فهذه شهادة يعني شهادة أمم متحدة، فشو بده العالم يسمع أكثر من أنه الشعب ما عاد قادر أنه يصمد، والواقع أنه في انهيار، حالة انهيار الكلمة نحن تعودنا عليها، ولكن أنا أعتقد وصلنا تقريبا في دمشق النظام نفسه وصل إلى حافة الانهيار نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، عم بينعكس الآن على الوضع الأمني وعلى قدرته على السيطرة حتى على الحلقة الضيقة اللي هو بيعتبر حاله حاكمها. فهذا الوضع مخيف إذا ما كان فيه اهتمام حقيقي دولي،
ويفتح المجال للسوريين حتى يشتغلوا، لأنه لحالنا مستحيل أنه نحن نوصل لحل، وإنما لا نترك الدول أنها تعمل كل شيء لوحدها. نحن لازم نكون مستعدين في هاي اللحظة يكون عندنا خطة وتصور. الحضور ضم شخصيات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني أثروا الجلسة بمداخلات وأسئلة تمحورت حول الآمال والآفاق لتحقيق أهداف الثورة السورية من الناحية السياسية. السورية نحن بحاجة لدرجة كتير كبيرة ومساحة كتير كبيرة للتعبير السياسي اللي بتخلق فيما بعد تنمية سياسية جيدة للشعب السوري، عساها أنه هي تخلق بيئة حرة آمنة، تخلق بيئة آمنة وعادلة للشعب السوري فيما بعد أنه هو يرجع على بلده، وتكون هاي الحوارات الموجودة هي جزء من ثقافتنا، هي جزء من آلية تفكيرنا. تأتي هذه الجلسة كحلقة ضمن سلسلة من عدة جلسات وورشات تنظمها وحدة دعم الاستقرار في تركيا وعلى الأراضي المحررة، هدفها تعزيز وتحقيق تطلعات المجتمع المدني في العملية السياسية والدستورية. فعاليات مشروع المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية، نقيم العديد من الورشات والندوات الحوارية حول مستقبل سوريا. أقمنا حاليا ورشة في مدينة غازي عنتاب التركية بحضور العديد من الفعاليات المحلية والمدنية، وكذلك استضفنا الدكتورة بسمة قضماني وهي عضوة في اللجنة الدستورية لنتناقش عن الحقوق والحريات وعن دور المجتمع الدولي في العملية السياسية. في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا وتصفية حسابات الدول على الأراضي السورية، يبقى الأمل في مجتمع مدني واعي يشارك ويدافع عن حقوقه السياسية المشروعة المتمثلة بالعدالة والحرية والديمقراطية بعد زوال نظام الأسد. اشترط المجلس الوطني الكردي السوري الشراكة الحقيقية في القرار للانضمام إلى الإدارة الذاتية التابعة لقسد شمال شرق سوريا. هذا ونقل موقع نورث بريس عن رئيس المجلس سعود الملا قوله إن المجلس الوطني الكردي يطالب بأن يكون شريكا حقيقيا في اتخاذ القرار في الإدارة الذاتية، مضيفا أن المناصفة ليست مطلبه، مضيفا أيضا أن المجلس يأمل بالتوصل إلى اتفاق حقيقي مع الطرف الآخر على أساس بناء سوريا ديمقراطية يتمتع فيها جميع الكرد بحقوقهم على حد وصفها. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا، لكن بعد فاصل قصير. سيدة نازحة من الغوطة الشرقية تدرب صديقاتها على الخياطة في ريف أدلب. نقرأ ما بين السطور، نتابع التطورات على الساحة السورية، نبحث فيها ونحللها، ثم نناقشها مع الأطراف المعنية بالحدث والمحللين وأصحاب الاختصاص، لنقدم أهم التحليلات وأدقها وكل ما يهمكم في الشأن السوري. كونوا معي أنا بشر حاوي في ثنايا الخبر. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب. اليوم تصادف اليوم الذكرى التاسعة لرحيل الفنان السوري خالد تاجة، فما هي أهم مراحل حياته وما حقيقة تصفيته من قبل نظام الأسد؟ مات ولم يمت، وظلت ذكراه حاضرة في قلوب السوريين يترحمون عليه ويروون لأبنائهم قصة فنان أثر الوقوف إلى جانب أبناء شعبه وقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر وإن كان الثمن باهظا. أين النعامة؟
خالد تاجة من أوائل الفنانين المشاركين بالثورة السورية وأبرز الممثلين على الساحة العربية والعالمية، صنفته مجلة التايمز ضمن أفضل 50 ممثلا في العالم، ولقبه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بأنتوني كوين العرب. وقبل الثورة بعامين تنبأ تاجة بولادتها وبولادة الربيع العربي، موجها نقدا لاذعا وغير مسبوق للأنظمة العربية ونظام الأسد. في شيء ممنوع، أنه نحن ممنوع أن نطالب حقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا إرهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، ممنوع نحكي ونعبر عن رأينا بالحكي. السجون الموجودة بعالمنا العربي مرعبة، عددها مرعب، والناس اللي بالسجون والنظام ما عم يرحم. الشعوب بحياتها بلدان ما تحررت إلا بالواقع بالدم. الناس ما بتصبر على الظلم مدى الحياة، بس عم تصبر. نحن شايفين ولا فترة قصيرة. معلش، ولد تاجة في دمشق في السادس من شهر تشرين الثاني عام 1939، وبدأ بالتردد على مسارح دمشق منذ طفولته، وأدى أدوارا بطولية لينتقل عام 1956 إلى فرقة المسرح الحر مع توفيق العطري ونخبة من الفنانين الكبار أمثال صبري عياد وأنور البابا. اختاره المخرج اليوغوسلافي بوشكو فوتونوفيتش لبطولة فيلم سائق الشاحنة. ابتعد تاجا بعد ذلك عن العمل الفني لمدة 12 عاما بسبب إصابته بمرض رئوي، ثم ما لبث للعودة بقوة في أواخر السبعينيات ليجسد أدوارا بقيت علامة فارقة في الدراما السورية، حيث شارك في أكثر من 70 عملا، منها التغريبة الفلسطينية والزير سالم وأيام شامية وهجرة القلوب إلى القلوب وإخوة التراب. آخر أيام تاجة كانت في مشفى الشامي بدمشق قبل أن يعرض الملك الأردني نقله بطائرة خاصة إلى الأردن، لكن وزير الإعلام السابق في حكومة النظام عدنان محمود رفض ذلك بشدة بحسب ابن شقيقة تاجة إياد الحجازي. ومما يثير الشكوك حول احتمالية تصفية النظام للفنان السوري أن الأطباء أكدوا استقرار حالته وإمكانية خروجه من العناية المشددة قبل أن يدخل وزير الإعلام غرفة التاج منفردا، ثم إلى غرفة الطبيب المسؤول بقسم العناية الفائقة، ويفاجأ الجميع بعدها بوفاة خالد تاجا في صباح الرابع من نيسان عام 2012 دون تفسير، يقول ابن شقيقة التاجة إياد حجازية. فضل التاجة أن يكون في صف أبناء شعبه وحذا حذوه عدد من الفنانين الأحرار، في وقت آثر آخرون أن يكونوا في صف النظام ويبقى لكل مكانه في ذاكرة السوريين وسطور التاريخ الذي لا يرحم. ولك على شو ساكتين ورضيانين؟ والله عيشة الميتين بالعبر أحسن من عيشتكم، ولك كل يوم بتنهانوا ألف إهانة وبتنزلوا ألف مرة. هاجم عدد من الشبان حاجزا لقوات النظام في بين بلدتي الكرك الشرقي ورخم في الريف الشرقي لمحافظة درعا عقب إطلاقه النار على سيارة مدنية، وفقا لما ذكره تجمع أحرار حوران الإعلامي. وبحسب التجمع فإن شبانا مجهولين هاجموا حاجز المخابرات الجوية بين البلدتين بسبب إطلاق عناصره النار على مركبة السيرفيس تقل شابا وخطيبته، ما أدى لإصابة الفتاة بجروح نقلت على إثرها إلى المشفى. فرضت الإدارة الذاتية التابعة لقسد شمال وشرق سوريا حظرا كليا في 3 مدن وآخر جزئي في مناطق أخرى بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وقالت الإدارة في بيان لها إن الحظر الكلي يشمل مدن القامشلي والحسكة والرقة على أن يستمر لأسبوع، بينما يستثنى من الحظر الكلي الأفران والأسواق والمستشفيات والصيدليات، مضيفة أن الحظر الجزئي سيشمل باقي المناطق في الشمال الشرقي لسوريا، وحدده القرار من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
توفي طالب بشار الخلف وأصيب 4 طلاب آخرون إثر انقلاب حافلة للركاب بريف حلب الشرقي. الحافلة كانت تقل طلابا متجهين من مناطق الباب وقباسين في ريف حلب الشرقي باتجاه جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز شمال حلب. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا مالك أبو عبيدة مراسل قناة حلب اليوم مباشرة من ريف حلب. مالك حبذا، بداية طبعا نتمنى بكل تأكيد الشفاء التام للطلاب والصبر والسلوان لعائلة الفقيد. مالك، يعني حبذا لو حدثتنا بداية عن تفاصيل ما جرى. نعم عمار، هذا الباص يقوم بنقل الطلاب بشكل شبه يومي من مناطق ريف حلب الشرقي إلى مدينة أزاز أو مارق إلى الجامعات المتواجدة هناك. طبعا صباح اليوم على مفرق أو على أحد المفارق قبل قرية عبلة غرب مدينة الباب حدث ربما اختلال في توازن هذا الباص بسبب أيضا شدة الرياح وبسبب ربما إسراع السائق وتفاجئه بهذا المنعطف. طبعا الباص انقلب على ناحيته اليسار وأثر عن هذه الوفية وهذه الإصابات. قامت فرق الدفاع المدني مباشرة بالتوجه إلى ذلك المكان وإسعاف المصابين وإخراج الناجين من هذا الحادث الأليم. طبعا هذه الباصات تقوم منذ فترة أعلنت عنها المجلس المحلي في مدينة الباب وريف حلب الشرقي عن توفر هذه الباصات لنقل الطلاب من هذه المنطقة إلى الجامعات في مدينة أزاز ومدينة مارة، كون مدينة الباب ليست فيها سوى جامعة فرع لجامعة غازي عنتاب و أكاديمية باشا شاهير وتحتوي الجامعات التي تتبع لجامعة حلب الحرة أو الكليات تتبع لجامعة حلب الحرة أو الجامعات. تجمع الجامعات الأكبر هو في مدينة أزاز. طيب بشكل عام الطلاب يعني يتنقلون باستمرار مالك بين مدن المحرر، هل هنالك أي مشاريع على الأرض لتحسين واقع الطرقات سواء لضمان الأمن للطلاب أو الأهالي بشكل عام؟ بشكل عام اليوم باتت الطرقات التي تصل مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي ببعضها هي مقبولة جدا وبل جيدة أيضا، يعني بعد المشاريع التي تسارت خلال السنة أو العامين الماضيين لتعبيد هذه الطرقات وتحسينها أصبحت الطرق جيدة جدا يعني. لكن هذا الطريق وهو من الطرق الجيدة وأسلكه في العادة عند التنقل، لكن فيه بعض المنعطفات الخطرة صراحة. طيب هل هنالك إشارات أو قبل أن تدخل لهذه المنعطفات تحذر ويكون مكتوب عليها المسافة للمنعطف وتخفيض السرعة وما إلى هنالك؟ نعم، ليس بالمستوى المطلوب، ربما هناك إشارة أو اثنتان لكن لا تغطي هذه الإشارات جميع المنعطفات أو جميع المطبات في على هذه الطرقات، بل ربما حتى تنعدم في بعض المناطق وهي غير موجودة. وهناك أيضا منعطفات خطرة يتفاجأ السائق بوجودها صراحة بسبب وجود منحيات صعود ونزول على هذا الطريق الذي وقع عليه الحادث في تلك المنطقة بالذات وهي منطقة جبل عبلة. هناك أيضا منعطفات حادة وهناك أيضا أماكن أو طرق صعود ونزول وتضاريس صعبة تصعد على السائق. أيضا ساهم في هذا الحادث ربما شدة الرياح التي تعصف في المنطقة خلال اليومين السابقين، وأيضا في هذا اليوم هناك شدة رياح قوية تعصف. أشكرك جزيلا. ربما ساهمت في إخراج الباص. نعم، شكرا جزيلا لك مالك أبو عبيدة مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من ريف حلب. بإمكانيات بسيطة أطلقت مدربة الخياطة أم أحمد مشروعا للخياطة مع صديقاتها المهجرات من الغوطة الشرقية في إدلب لدعمهن في مواجهة مصاعب النزوح. نحن هون سيدات مهجرين من الغوطة الشرقية، إن 3 سنين هون تعرفنا الحمد لله على بعض وعنا مشروع صغير إنه عبارة عن الصوف. أنا عندي خبرة إلى 15 سنة وهون عنا فراغ كتير، حبينا نعبي هالفراغ. اجتمعنا أنا ورفقاتي 15 وحدة تقريبا، نشتغل طلبات، نشتغل صوف وطقومة عماكينة الخياطة كمان درز، وعنا هون الماكينة اسمها ماكينة تريكو هي يدوية، وفي عنا شغل بالمخرز.
والحمد لله رب العالمين عم ننتج بس انتاج قليل. بنتمنى يعني انه حدا هيك يتبنانا يبعث لنا صوف نشتغل اولاد الشهداء والمعتقلين. وحتى في اخوات كتير انه ارامل عم نعلمهم لوجه الله تعالى، وعم يعني من خلال هذا التعليم الحمد لله فتحوا بيوتهم انه ما يعتازوا حدا. نحن انه 3 سنين هون بس فعليا انه 2 شهر مؤسسين هالمشروع، انه كل يوم نجي شغلة 3 ساعات بنشتغل وكل واحدة بتروح على بيتها، واذا حبت كمان تشتغل ببيتها بتاخد الشغل معها على بيتها. بس الشغل كتير قليل بسبة اغلاء الاسعار. خلال هالشهرين اشتغلت انا والاخوات حرامات بيبي، افرولات بيبي، كنزات ولادي، واشتغلنا كمان غطى للغاز الارضي اللي اسمه السفاري. يعني عم نشوف اللي طلب عليه عم نشتغله، بس باذن الله كله يعني ان شاء الله بنعرف نشتغله انا والاخوات اللي هون معنا. بالغوطة الشرقية استلمنا مشروع لمدة 2 سنين، كانوا هن الاخوات نساء أرامل ومعتقلين، علمناهم وصاروا يشتغلوا وكل شهر ياخذوا راتب أجار شغلهم. وبتمنى أنه من هون من منظمات نرجع نكرر الشيء اللي سويناه بالغوطة نكرره هون بالمحرر بإدلب إن شاء الله، مشان يستفيد أكبر عدد من الأخوات. ختام النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة حلب تي في دوت نت. في أمان الله.